السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن يوتيوب نحو الإنسانية. راح نكمل السلسلة ونشوف إن شاء الله ييسر معنا، وحتكون هالفيديوهات شوي طويلة لأنه راح تكون هيك نشطح شطحات مثل ما يقولوا بالديترويت نحو الإنسانية، حتى نخلص اللعبة ونشوف شو هي تختيمتها ونشوف شو هي متطوراتها. طبعا خلينا نبلش بالفيديو. أصدقوا كل حاجة تمام يا فندم؟ والله ما بكره. كريس كان ماشي بعربية الدورية امبارح وهاجموا مجموعة متحولين. مين كريس؟ لقوا جثته النهاردة الصبح، اتقتل بدون أي رحمة وكمان بسلاحه. ده بقى أب من 3 شهور. ليه؟ اشمعنى هو اللي يموت؟ معرفش الضابط ميلر كويس، لكن كان واضح إنه شخص كويس. أيوه آسف للي حصل. غريزة قيادة كما سكة قيادة. انت لقيت كامسك ازاي؟ مين كان؟ انا فاكر الراجل ده ظهر في كل وسائل الاعلام لما سايبر لايف باعت اول اندرويد. عملت كم مكالمة ودينا هنا. هذا صاحب الاندرويد يعني؟ حلو، هاي تطلع لنا في شاشة التوقف. اهلا، انا ملازم هانك اندرسون من شرطة ديترويت. انا هنا علشان اقابل استاذ إيلايجا كامسكي. اتفضل ادخل. هاي اللي بتطلع لنا في شاشة التحميل. اوكي. على شيء والله بغام البنت، بس ما يغرم فيها كونر هيك حاسه رح يغرم. هعرف إيلايجا انك جيت، بس ارجوك خذ راحتك. تقدر الاندرويد؟ ايوه خلصنا اول شيء. طب خلينا نروح نطلع شوي بالصوره، قمنا بس خلينا نتفحص. مؤسس سايبر لايف، ايوه هذا هو صاحب الشركه. طب شلون هو ما بيعرفوا الاندرويد؟ انت لطيفه، عندك حق، هي فعلا جميله. أماندا أستاذ الذكاء الصناعي في الجامعة. أيوة مكان لطيف، أعتقد الأندرويد ما كانش وحش عند الناس. إيلايجا هيشوفكوا دلوقتي. هذا قدامي. أستاذ كامسكي؟ أنا كامسكي. لحظة من فضلك. إيش المي البنات؟ هاي طريقة تبع السباحين يقلبوا قلب المي عشان هذا الدفع أقوى وبسرعة بنرجعوا أسرع. كم نحصل معلومات عنه هذا المجنون؟ ذوب المي. أنا الملازم أندرسون وده كونر. إزاي أقدر أساعدك يا ملازم؟ إحنا بنتحرى عن المتحولين. عارف إنك سبت سايبر لايف من سنين، لكن أتمنى لو تقدر تفيدنا بأي معلومة. متحولين مذهلين مش كده؟ مخلوقات ممتازة عندها ذكاء غير محدود،
وعندهم الحرية المطلقة. الآلات أفضل مننا بكتير. المواجهة كانت حتمية. أعظم إنجاز للبشرية بقى ممكن يكون سبب لسقوطها. شفت السخرية؟ محتاجين نفهم الأندرويد إزاي بيحصل لها تحول. تعرف حاجة ممكن تساعدنا؟ كل الأفكار هي فيروسات انتشرت زي الوباء. هو الرغبة في التحرر بتعتبر كارثة معدية؟ اسمع، ده مش وقت فلسفة. الآلات اللي انت عملتها احتمال تكون بتخطط لثورة. يا إما هتقول لنا حاجة تفيدنا، يا ناخد بعضنا ونمشي. بالنسبة لك يا كونر، هتاخد انهي جنب؟ الموضوع مش بخصوص يا أستاذ كامسكي. كل اللي انا عاوزه اني احل القضية. ماشي، ده اللي اتبرمجت عشان تقوله. بس انت عايز ايه فعلا؟ انا مش عاوز اي حاجة. انا آلة. كلوي، متأكد انك على معرفة باختبار تيورينج؟ مجرد شكليات. سؤال بسيط عن الخوارزمية وقدرات الكمبيوتر. اللي بيصير فضولي هو اذا كانت الالات بتقدر تحس. بسميه اختبار كامسكي. ده بسيط جدا، هتشوف. حلو جدا، مش كده؟ واحد من النماذج الذكية الاولى اللي طورتها سايبر لايف. شابة وجميلة للابد. زهرة مش هتتبل ابدا. بس هي ايه فعلا؟ حتة بلاستيك بتقلد البشر ولا كائن حي ليه روح؟ الامر يرجع ليك للاجابة على السؤال المحير ده يا كونر. دمر الآلة دي وهقول لك كل اللي اعرفه، او سيبها لو حسيت انها حية. بس ساعتها هتمشي من غير ما تتعلم حاجة مني. اوكي، اظن اننا خلصناها. طيب يلا يا كونر، اسفين على الازعاج. بالنسبة لك يا كونر، تحقيقك ولا حياة الاندرويد ده؟ حدد انت مين. مجرد آلة مطيعة ولا كائن حي؟ نعم والله العظيم، حكي خرافي. الحرية المطلقة. كده كفاية كونر، يلا بينا. اسحب الزناد كونر. لا، وهقول لك اللي عايز تعرفه. حلو قوي. آخر فرصة لسايبر لايف لإنقاذ البشرية. ده تحول في حد ذاته. أنا مش متحول. تفضلت إنك تسيب آلة عن إنك تخلص مهمتك. أما الغلطة غلطة. شفت حياة جوه الأندرويد ده، تعاطفت معاها. نعم. في حرب جاية، لازم تختار هتحارب مع مين. يا ترى هتخون ولاد شعبك ولا هتعارض اللي صنعوك؟ ايه الأسوأ من انك تضطر تختار ما بين شرين؟ يلا بينا من هنا. بالمناسبة، انا دايما بحتفظ بمخرج طوارئ في برامجي. محدش يعرف. شون يعني؟ شون يعني في مخرج طوارئ في البرنامج؟ ليه ما ضربتش نار؟ أنا شفت عنين البنت دي وما قدرتش، بس كده. أنت اللي بتقول هتعمل أي حاجة علشان تنهي المهمة بنجاح.
دي كانت فرصتنا علشان نفهم وانت ضيعتها. انا عارف المفروض كنت اعمل ايه بس قلت لك ما قدرتش. انا اسف. تمام لازم انا قاتل. والله نفسي اني اعيد ارجع قلت الصح. جايزه مش الصح. اخ يا الله شو واحد يفكر بيك منطقية لا سياسة ولا بطيخ لا بأي اشي يعطيك اي جواب لأي منطقية لأي اشي. واو لو اني قاتله شكلي بدي ارجع عيدها واجرب اني طيب ما راح نقتله نتركهم شو ايش حيصير معنا من المستقبل يعني. طيب ليش ما قتلتوه؟ ليش ما قتلتوه؟ انا افكر انه بدي اسوي شيء هذا مجنون طلع. ستوقع تكون نتائج وحده يعني ما اتوقع يكون في فرق كبير بهذاك الجزء. هي كل شوي بتلبس. كنت بفكر انت فين تلف. كانت أدائية. هل أش الموقف صدت تفكر؟ كنت بفكر. بحب المكان. بحبي. باجي هنا كتير. تعال تفضلي. بحس إني لوحدي مع العالم. حررنا كتير من شعبنا وهم جايين من كل حتة في المدينة. اللي بيحلم بالحرية ييجي جيريكو. حاجة اتغيرت. يعني جيريكو ما هي منطقة بالمغلب المدينة شلون المنطقية هي تبعيتهم؟ شكلك بالك مشغول. الكل بيطيعني ويتبعني بدون تردد. النفوذ الكبير ده بيحسسني بالقوة وبالخوف في نفس الوقت. وسائل الإعلام بتتكلم على اللي عملناه امبارح. البشر خايفين. خايفين من حرب أهلية. كتير من شعبنا اتحرقوا بسبب اللي حصل. البشر بيكرهونا ومش هيدونا حريتنا. اشتشاهم مرتين العادة ليش؟ مش كل البشر زي بعض. فيهم اللي عارفين ان ما ينفعش يمنعونا نطلب حريتنا للأبد. ما قلتلناش كتير عن نفسك من ساعة ما جيت هنا. وحياتك كانت ازاي قبل جيريكو؟ كل الحكاية ان انا كنت اندرويد عبد زي الباقيين. طب وانتي؟ ما كلمتنيش عن ماضيكي كنت بتعملي ايه قبل كده؟ حياتي بدأت اول ما جيت جيريكو. اللي قبل كده ما يهمش حد. يا حجي حوارات قوية والله. جيرو ده انتحار. هنموت كلنا. أرجوك يا ماركس لازم تغير رأيك. انت مش فاهمة. جات الفرصة علشان نوريهم حقيقتنا. المكان ده هيدخل التاريخ. هنتدمر فورا. دي مخاطرة وانا اقبلها لو نتيجتها حرية شعبنا. ماركس ارجوك ما تعملش كده. شو هيفهموا كويس. هنجبرهم على كده. هي دي الطريقة الوحيدة. تحويل اندرويد اكثر. في اندرويد هنا ممكن ينضموا لينا. كل ما زدنا في منصبي كلما رسالتنا بقيت اقوى. انتم احرار. ما في هذا ذاك اندرويد. Thank you.
تعالوا معانا. انتوا صحيين دلوقتي؟ هي على اغلق الطريق. النهار الثاني قال لي اغلق الطريق. بدي امشي. شو ما نغلقه. انت حر دلوقتي. بالراحة. فكر نفسك راح فين. تعال. انا عايز اسد الطريق ده. المجاري. وين هذا ده مفتاح طرق المجاري؟ انت حر. انها الثورة. وين غطاء المجاري؟ لا يكون فتحت الثورة المجاري. مين دول؟ كارا يا زلمة. انتم دلوقتي احرار. فعلا ثورة. صارت ثورة. الو الراب. انه العالم الامريكي قطار وسايبر لايف تبت الدنيا. والله سايبر الراب تبت الدنيا على راسنا. الله بدنا نضل نسير يعني. ثاني تنتظر لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.